حقيقة ما يحصل في سامراء هو انتهاك صارخ وواضح بالعلن لحقوق المواطنين وحقوق الإنسان في العراق، وهو مسلسل التغييب القسري الذي توقف في عام 2018 وعاد حاليا في صلاحه. مسلسل التغييب القسري اللي ابتدى في عام 2014 وانتهى في عام 2018 نهاية 2018، لكن اليوم في سامراء خلال الشهرين الماضيين سجلت في سامراء ما يقارب 61، اليوم اصبحت الحاله هي ال 61، سابقا كانت 60. معظم المختطفين هم شباب وشخصيات في عموم المحافظه معروفه، لا ينتمون الى جهات سياسيه ولا ينتمون الى جهات مطلوبه للدوله ولها اعداء للدوله مثل التنظيمات العراقيه. لكن هذه الحالات استغربنا، هناك صمت حكومي ممنهج من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية في بغداد اتجاه هذه القضية. على الرغم أن هناك تحرك من قبل الأهالي، يوم ليلة أمس كانت هناك وقفة من قبل الأهالي للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم، كذلك هناك مطالبات أخرى. طيب أستاذ مصعب، ما هي الأسباب التي تدعو إلى اختطاف هؤلاء المدنيون؟ يعني هل هم من أصحاب رؤوس الأموال؟ هل قضية الاختطاف تتعلق بطلب فدية؟ هل القضية هي تتعلق بمحاولة تهجير لون واحد، مواطن واحد من منطقة ما؟ ما هي الأسباب؟ يعني أرقام مهولة، 61 حالة ليست سهلة. نعم، ما يحصل في سامراء حقيقة أو ما هو نوع الاختطاف أو نوع التغييب الذي يحصل اليوم لهؤلاء الأشخاص، لحد هذه اللحظة الجهات التي تأخذ أو تنتزع حرية الآخرين لم تتواصل وتطلب الفدية من أهالي أو ذوي الضحايا. هناك لبس حاصل في هذا الملف حقيقة، هناك تهجير أو هناك سياسة ممنهجة اتباع تهجير أهالي سامراء، وخصوصا هناك أشخاص معروف عنهم أنهم لديهم القدرة ولديهم الإمكانية في طرح الأمور ومواجهة التحديات ويتم تغييبهم. يعني هناك أسماء معروفة في سامراء ويشهد لها الجميع بصدقها ونزاهتها واعتدالها الديني وخطابها المعتدل اتجاه المجتمع واتجاه المدينة ويتم تغييبهم. أيضا هناك شباب عزل، شباب أبرياء عزل، طلاب جامعات وطلاب مدارس وصلت بهذه المرحلة أيضا تم تغييبهم بدون أدنى سبب. هؤلاء الشباب هم لا يؤثرون حتى لا على الخطاب الديني ولا يؤثرون على الخطاب، وهم شباب عزل